بسم الله. تمارين حول درس مبرهنة فيثاغورس لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 8. نعتبر ABCD مستطيلا من المستوى بحيث المسافة AB تساوي 8 سنتيمتر والمسافة AD تساوي 4 سنتيمتر، لتكون M المسقط العمودي لA على المستقيم BD. A صغيرة ارسم الشكل، B صغيرة احسب المسافتين BD و AM. يلا انقل المعلومات في دفترك ثم انجز التمرين، سنلتقي بعد لحظات. يلا كالعادة اوقف تشغيل الفيديو حتى ننتهي من انجاز او حتى تنتهي من انجاز التمرين، ثم بعد ذلك لنا لقاء بعد قليل. يلا سأنتظر. صافي انتهيت، يمكن نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله نشوفوا التصحيح الآن. سنرسم الشكل أولا. عندنا مستطيل ABCD بالأوصاف التي ذكرت، المسافة AB أو طول ضلع AB يساوي 8 سنتيمتر وطول ضلع AD يساوي 4 سنتيمتر، إذن هو هذا المستطيل ديالنا. ثم M هي المسقط العمودي لA على المستقيم BD، إذن ننشئ مستقيم عمودي على BD ومار من النقطة A. هذا المستقيم يقطع BD في النقطة M. إذن سنحسب الآن المسافة BD. إذن في رأيي كيف سنحصل على طول ضلع BD؟ كيف سنبدأ؟ نعم، سنختار مثلث سنشتغل عليه. مثلا ما هو هذا المثلث هنا في هذا الشكل؟ نعم، المثلث ABD مثلا طبيعته كيف هو؟ ABD نعم قائم الزاوية في الرأس A. لماذا؟ لماذا هذا المثلث قائم الزاوية في الرأس A؟ نعم، لأن ABCD مستطيل. ما دام الرباعي ABCD مستطيل، إذن جميع زواياه قائمة، أليس كذلك؟ ومن بينها الزاوية التي رأسها A. ثم نطبق مبرهنة فيثاغورس المباشرة. فماذا سنقول في هذه الحالة؟ صحيح، نقول BD أوس 2 تساوي ماذا؟ نعم، تساوي AB أوس 2 زائد AD أوس 2. والمسافة AB عندنا هي 8 سنتيمتر والمسافة AD عندنا هي 4 سنتيمتر. إذن بإمكاننا إيجاد المسافة BD بسهولة. يلا سنسجل ذلك. عندنا ABCD مستطيل، إذن ABD مثلث قائم الزاوية في الرأس M أو في الرأس A. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة فإن نعم فإن BD أوس 2 تساوي AB أوس 2 زائد AD أوس 2. نواصل. يعني BD أوس 2 تساوي 8 أوس 2 زائد 4 أوس 2. 8 أوس 2 كما تعلم هو العدد 64 و 4 أوس 2 يساوي 16، يعني BD أوس 2 يساوي ماذا؟ فعلا BD أوس 2 يساوي 80. يعني BD يساوي ماذا؟ صحيح، BD يساوي جذر مربع 80. وما هو جذر مربع 80؟ يلا بسط هذه الكتابة. نعم، جذر مربع 80 يساوي جذر مربع 16 في جذر مربع 5، وكما تعلم جذر مربع 16 هو العدد 4، إذا النتيجة هي 4 جذر مربع 5، وهكذا حصلنا على طول القطر BD. إذا الآن سنحسب المسافة AM. عندنا ABD كما تعلم مثلث قائم الزاوية في الرأس A، وM المسقط العمودي لA على BD. إذا يمكن حساب مساحة المثلث ABD بطريقتين مختلفتين، إما بهذه الطريقة AB في AD على 2، أي القاعدة AB في الارتفاع AD على 2، أو بهذه الكيفية نأخذ BD ونضربها في AM على 2. متفقين؟
إذا كما ذكرت حساب المساحات المثلث A B D تتم بطريقتين مختلفتين، إما بهذه الكيفية أو هذه الكيفية. إذا ماذا يمكن نقول عن هذين العددين؟ كيف هما؟ أقصد بذلك A B في A D على 2 و B D في A M على 2. صحيح هذان العددان متساويان، لأنهما بكل بساطة يعبران عن مساحة نفس المثلث A B D. فنعبر عن ذلك بطريقة رياضية هكذا على هذا النحو، أي ثم نزيل المقام هكذا أو نختزل بالمقام، فتصير النتيجة على هذا النحو B D في A M تساوي A B في A D، ثم نعوض. وبالتالي فإن ثم نعوض كل قيمة بالنتيجة التي لدينا، يعني 4 جنرب 5 في AM تساوي 8 في 4، ننقل 4 جنرب 5 إلى الطرف الثاني تصير في المقام هكذا. ثم هناك فرصة الاختزال بماذا؟ صح بالعدد 4، بطبق فقط 8 على جنرب 5 هكذا. ثم نجعل المقام عددا جذريا، اي ام تساوي 8 جنرب 5 على 5. متفقين؟ انتهى هذا التمرين من اعداد الاستاذ عبدو، اعداديه صفاء مراكش. الى اللقاء.